السلام عليكم. تفقد وزير الصناعات الدوائية السيد علي عون بولاية باتنا بمعية والي ولاية باتنا 3 وحدات لإنتاج الأدوية الأولى في صناعة الأدوية الخاصة بالسرطان، وكذا الثانية تتعلق بمشروع إنجاز مصنع شرائح لقياس نسبة السكر، والوحدة الثالثة تتعلق بوحدات تابعة لمجمع العمومي الصيدال. إذن كل هذه الوحدات الثلاثة تم تفقدها وهي في مرحلة يعني متقدمة من الأشغال، وسوف يتم تدشينها في الأيام القليلة القادمة بولاية باتنا. إذن فهنيئا للمواطنين بهذه الولاية والولايات المجاورة، وإن شاء الله المزيد لذكر أنه نسبة التغطية نتاع الأدوية في الجزائر وصلت 70% من نسبة يعني الطول انتغراسيون، نسبة الإنتاج الوطني، وكلها هي في الحقيقة أدوية جانسة تعادل يعني من ناحية المفعول ومن ناحية المكونات نتاعها، ويعني تنتج بأسماء مختلفة. إذن الحمد لله وصلنا إلى 70% من نسبة الإنتاج الوطني للتغطية في الجزائر. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Pardon, je m'arrête.